طيب موسيماني ادلى بحوار مهم لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، اتكلم فيه عن كأس العالم للأندية، عن فرص الأهلي، عن جاهزية الفريق، عن حظوظه كمان في البطولة. قال انه فرص الجميع متساوية في النسخة المقبلة، وقال انه الأهلي بمقدوره تحقيق مفاجأة خاصة اذا ما قدم الفريق افضل مستوياته في المونديال، وقال كرة القدم رائعة وبإمكانها ان تعطي شيئا لم تمتلكه من قبل. والمثال على ذلك حينما نجح مازيمبا الكونغولي في الوصول الى نهائي هذه البطوله. تحدث والرجاء والرجاء كمنظم تحدث عن الدحيل القطري وقال انه فريق قوي جدا، فريق عنده امكانيات جيده، فريق قادر يعمل تدعيمات قويه لصفوفه، وبالتالي مواجهه الاهلي معاه مواجهه مهمه جدا. الدحيل عنده ماتش في الكاس يا استاذ ابراهيم النهارده مع الاهلي، يعني هتقرا من هذا اللقاء حاجات كتير. شوف اهميه مباراه الدحيل بجد، واتمنى لغايه لما نلعب مباراه الدحيل ما حدش يتكلم على الاهلي وبايرن ميونخ. الاهلي هيواجه، عنده مباراه محتمله مع بايرن ميونخ، لكن المؤكد الاهلي سيواجه الدحيل القطري. كل التركيز، كل الاهتمام، كل الكلام لا يجب ان يتجاوز مباراه الاهلي والدحيل القطري. اصعب حاجه ان الناس تخليك تشوي السمك قبل ما تصطاده، تشوي السمك قبل ما تصطاده او تصلي العشاء قبل العصر.